واحد بيقول اعلم ان يسوع المسيح له المجد هو الله واسم الله وكلمة الله، ولكن ماذا تعني كلمة الله بمفهوم بسيط حتى اعرف اشرحها ولولا احد غيرنا؟ في الحقيقة الكلمة اليونانية لوغوس ليها معنى اكثر من كلمة. الفعل اليوناني ليجو يعني ينفخ، ولوغوس منها المنطق اللي هو اللوجيك، والمنطق مش معناها النطق انما معناها الكلام العاقل الذي ينطق به. ولذلك كلمة الله او اللوغوس يعني باليونانية هي اللوغوس يعني عقل الله الناطق او نطق الله العاقل. عرفش تشرح للناس ازاي عقل الله الناطق او نطق الله العاقل؟